هذا المساء جاتو سيسي الدولي الجامبي وأيضا كانديا تراوري الدولي الإيفواري. بينما الزوراء لا يوجد فيه أي محترف أجنبي. كرة تصل تراوري بينية إلى جاتو سيسي في محاولة هلالية العرضية باتجاه محمد الشلوب، خطيرة للهلال والهدف الأول للهلال. هدف أول للهلال عن طريق كانديا تراوري بعد محاولة رائعة في كرة أرضية عن طريق جاتو سيسي. الهلال يتقدم بعد 6 دقائق لعب في أجواء ملعب الأمير فيصل بن فهد. أول هدف هلالي وأول فرحة للاعبي الفريق الأزرق الفريق المضيف لهذا اللقاء. كرة كان فيها تباطؤ من دفاع الزوراء، لاحظوا جاتو سيسي في العرضية، لاحظوا الشلهوب لا توجد رقابة على الشلهوب، عرضية الإفواري كانديا تراوري أيضا وجد نفسه أمام المرمى العراقي بسهولة، وضعها في الشباك العراقية سجلها والهلال يتقدم بهدف دون مقابل. لا شك أن هذا الهدف سيعطي المباراة أكثر إثارة وسيجعلنا نتابع مباراة كبيرة. فريق الزوراء لن يهدأ، لن يبقى مكتوف الأيدي، سيبحث عن التعادل، سيبحث عن إعادة ترتيب الأوراق في عودة عبد العزيز الخثران. أديموس أعطى الخثران يعني اللعب في مركز محور الارتكاز بديلا لعمر الغامدي المصاب. كرة لجاتو سيسي حولها لأحمد الحربي، ممتاز التراوري، كانديا تراوري، وهدف ثاني للهلال، هدف ثاني للهلال بطريقة في غاية الروعة، في غاية الدقة وفي غاية الإبداع والإمتاع من جانب فريق الهلال السعودي. رائعة الكرة، لعبة ممتازة، رأسية جميلة من أحمد الحربي، تحضير في غاية الروعة. لاحظوا جاتو سيسي ولاحظوا الحربي، خلفية كأنه يعني متفق تماما مع كانديا تراوري على بناء الهجمة بطريقة رائعة، ثم التحضير للهدف بشكل جميل والتمهيد لكانديا تراوري. الإفواري يسجل الثنائية لفريق الهلال السعودي، هدفين للهلال دون مقابل. لاحظوا الكرة، لعبة في غاية الروعة، تمريرة رأسية في غاية الدقة، والهلال يسجل هدفين دون مقابل. تراوري دولية في المنتخب السعودي وأيضا 3 أسماء دولية سابقة بالإضافة إلى لاعب دولي من كوت ديفوار. كرة عربية من جاتو سيسي، تدخل عادة الدوخي، فرصة للتسديد، الدوخي يحاول التوغل، تدخل من الدفاع وحكم المباراة يحتسب وجود ركلة الجزاء لفريق الهلال. حكم المباراة يحتسب وجود ركلة الجزاء بعد تدخل من الدفاع العراقي. أحمد الدوخي يتوغل داخل الـ18 ويعمل إرباك للدفاع، والدفاع العراقي يعيق الدوخي، وبالتالي حكم المباراة السيد جمال حمودي لا يتردد في احتساب ركلة الجزاء. الدقيقة 16 تشير بوجود ضربة جزاء هلالية. لاحظوا معي التقدم والمرور وإعاقة، إعاقة واضحة إذن. هذا هو اللاعب حيدر عبد الأمير، يعيق الدوخي، ركلة جزاء هلالية. كانديا تراوري يحاول أن يسجل الهاتريك من خلال هذا اللقاء. الدولي الإيفواري، كانديا وعدي طالب في مرمى تراوري وعدي، تقدم تراوري وهدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال السعودي في مرمى الزوراء العراقي. أبدا المباراة أصبحت في طريقها للفريق السعودي برغم المحاولات العراقية المبكرة، لكن ينجح فريق الهلال السعودي في تسجيل الثلاثية عن طريق الدولي الإيفواري كانديا تراوري. لاحظوا الكرة مرة أخرى، كانديا ينجح في التقدم والهلال في المقدمة بـ3 أهداف دون مقابل. أكبر المشاكل في فريق الزوراء هذا اللقاء خط الدفاع وعدم التماسك في خط الدفاع، عدم الارتباط الواضح، وفيه سوء في التغطية، في عدم انسجام، وفي تباعد في الخطوط. كل هذه